يقول: هل إذا كذب أحد بأحد أركان الإيمان يحكم عليه بالكفر إذا صرح بذلك؟ لا شك، من كفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو كفر بالقضاء والقدر فهو كافر، هو كافر بالله، إلا إن كان جاهل ومتأول فهذا يبين له، ولا يستعجل بتكفيره حتى يبين له ويوضح له. أما إن كان عالماً ومتعمداً فهذا كافر، يعني مكذب لله ولرسوله. نعم.